اعرف الويدنج بلانر بيبقى عامل ازاي؟ فكره الويدنج بلانر عموما في مصر هي فكره بقى لها اكتر من 5 سنين، اللي احنا بنمسك بلاننج الفرح من A to Z. بنوفر للعروسه كذا حاجه من احتياجاتها، يعني زي الديكوريشن والمكان نفسه والاضاءه، البوفيه، اللايتنج، الفيديو، كل حاجه. فاحنا بنبقى ماسكين الموضوع من A to Z. طب هل العرايس دلوقتي بقى بيحبوا الاوتيلات اكتر ولا الفيلل؟ لا، العرايس في مصر يعني اتجهوا اتجاه الموضوع الفيلل، يعني اماكن الاوبن اير، ان هم بيقدروا يعملوا حاجات فيرايتي كتير جدا في موضوع الديكوريشن. يعني الموضوع مش مقتصر دلوقتي ان انت تحجزي قاعه وتعملي الحاجات الاساسيه اللي في الفرح، بالذات الحاجات الفينتاج، الديكورات الفينتاج اللي دلوقتي جديده، الحاجات اللي بتتعمل على البحر. بس افكار الهاند ميد بقت برده منتشره. الصبح كل ده الصبح صح؟ في جزء بيبقى منه للصبح وفي جزء بالليل. الصبح يا شنو اليوم بطوله ولا ايه؟ يعني ايه الفكره في الصبح؟ والله بجد في ناس كتير عايزه تعرف ايه الفكره في الصبح. هي يعني المشكله ان احنا في مصر بنحب نقلد بره، فبنحب نقلد بره وبنيجي ننفذ وقت التنفيذ الميك اب بتاخرها، تنفيذ نفسه بيبقى في الفرح الصبح، ان الميك اب مثلا ممكن يبوظ منها، فبيبدا ياخروا لحد ما بتوصل الفرح العادي الساعه 5 او 6. بس عرايس قليله جدا هي اللي بتنفذ الفرح الساعه 3 او الساعه 2، قليل يعني. بس طبعا بثقافتنا ان الناس عبال ما بتيجي فيقول لك لا ده جو شمس، لا مش هنقعد في الشمس، الكلام ده كله. انت ايه الصعوبات اللي بتقابلك في الويدنج بلانر؟ الصعوبات ان اولا غير ان العروسه بتتاخر ساعات كتير. انت شايل من الموضوع ده قوي يعني عندك ازمه. عندي ازمه في موضوع الميك اب وفي المواعيد بالذات ومن مواعيد الجست. غير كده ان الصعوبات اللي بتقابلني ان في الاماكن الاوبن اير بتبقى درجه الحراره نفسها بتبقى عاليه شويه على العروسه، فما تقدرش تكمل فرح الصبح. الحاجة التانية اختيارها في الألوان نفسها اللي في الورد نفسه، فممكن في أنواع ورد ما بتقدرش تستحمل النهار. لو بنتكلم على أوتيلات أو في الأفراح بتحطوا الورد كله بلدي؟ أنا شايفة هنا ده بلدي كله، يعني احنا بننوع من بلدي ومن حاجة ارتفيشال وممكن من حاجات المستوردة. بنتكلم على الحاجات الديكوريشن الجولد في الأحمر، دي الموضة بتاعت السنة دي 2016 للويدنج؟ للويدنج. الفكره الجديده بس ان العروسه دلوقتي معظم العرايس ركزوا يا بنات ركزوا. العرايس الجديده النهارده بيتفرجوا على الحاجات، بيحبوا الحاجات الجولد في الاسود. الورد الاحمر برضو طالع موضه السنه دي. هو طبعا كان زمان كان ازاي العروسه تقول لك امسك جرب احمر، ازاي اعمل كوشه تبقى فيها ورد احمر. لا دلوقتي الاتجاهات بقت مختلفه شويه. فكره جديده حلو والله. طيب قول لي ايه الافكار بقى المترقعه اللي انتوا بتعملوها غير الحاجات التقليديه، يعني غير كوشه وورد وعروسه وعريس هالوين؟ يعني احنا بنعمل ساعات افكار اللي هي الحاجات اللي بقول لك الفينتاج، الديكور الفينتاج ده من الحاجات اللي احنا برضو واخدينها من بره. لو بنعمل شغل سنتر بيس ممكن اللي هي بتتحط على الترابيزه ممكن تبقى حاجات خشب، ازايز، ازايز تبقى جولد، ازايز معموله بحبال. الكوشه نفسها ما تبقى ما فيش دلوقتي فكره الكوشه ان هي تقعد على كنبه او كده، هي مجرد بيبقى فيه ارش فلاور ممكن تقعد كرسيين عاديين، ممكن تقعد على بفات بسيطه يعني. ديكور الخشب هو اكتر حاجه دلوقتي مع البنات واكله معاهم قوي يعني جامده وعجباهم.